النهارده برضه بنكمل مع ابطال فعلا صنعوا بسمه وصنعوا حلول لمشكلات كبيره قوي بنقابلها، هي مشكله الطلاق. هنتكلم دلوقتي مع فنانه كانت متميزه في العرض بتاعها، اقنعتني بصراحه، وهنشوف المغنيه الشابه الجميله وهنشوف الممثل اللي معانا. تعرفنا بنفسها ودورها في العرض. انا هلا القاضي، كان دوري زوبه الرقاصه، برضه ست جاهله وماشيه ورا الاعمال وعندها مشاكل مع جوزها بسبب رقصها وخلافات، فراحت للدجال عشان تعمل له عمل علشان تخلي جوزها ما يطلقهاش ولا يتجوز عليها. طب انت شايفه ان اهم مشكله بتواجه المجتمع المصري وبتؤدي للطلاق ايه هي؟ عدم الاهتمام من الطرفين. كده في تقريبا شبه اجماع على عدم الاهتمام ده من الطرفين. بالظبط كده. طب المشكلات الاقتصاديه سبب من ضمن الاسباب، لكن لو في حب وفي تفاهم الدنيا هتمشي. في حب وفي تفاهم. بالظبط طبعا. اكيد. بس الاهتمام ده اساس. طبعا اكيد طبعا. تمام. معانا ممثله جديده ومعانا صوت حلو قوي هنسمعه دلوقتي، تعرفنا بنفسها الاول. انا اسمي بوسينة عزمي، كان دوري في المسرحيه بوسينة زي اسمي العادي، وانا انا مهنتي مطربه وممثله وعايزه اسمعك اغنيه من عندي. احنا نبقى سعداء لما نسمع اغنيه منك يا بوسينة. ان راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، ان راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين،